تكتيك عليكم دوزيام فوا. هذه الحلقه الثانيه، الاولى كانت كملت على حساب الميموار ديال التليفون، كنا خليناها في هنا، كنا خليناها في الاغنيه اللي ولات خطبه ديال وقفه عرفه، النشيد اللي رجعوه يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك اللي عليا راني درتو والباقي درتها لك بليد. المهم ولات هذه باش نديرو لا كومباريزون. هو دابا شتي دابا دخلنا عليكم بالله، كي وريتكم هادو ووريتكم الاولى هادي بلا ما يبكي بلا والو، بلا ما يبكي لا الامام لا والو، كتشوف هذا الشيء وهذا كتبرش بلا كذوب. كما قلت لكم في الاول في الحلقه الاولى وديما كنقولها، حنا الملوك ديالنا كنعرفوهم ليد زادو، كما شفنا الحسن الثاني ملي كان صغير حدا محمد الخامس طيب الله تعالى جميع الامراء، ما كيشوناش بالقلابات ولا شي حاجه، حنا مملكه، مات الملك عاش الملك، مات الملك عاش الملك. السويفي سمعتي تي السويفي كدير بوكر ياك؟ السويفي حنا عندنا السويفي، السويفي انترمينابل، السويفي ما كيكملش تيني تعيرو. ملك مات، ملك هرب، اضطرابات، مظاهرات، درت لكم فيديو راكم واقيلا شفتوها، كنسير فيسبوك حيت كيدخلو يسبو شي وحدين تماك، درت لهم 40 كيلومتر، بليس دو 40 كيلومتر اون لايف، 40 كيلومتر سي اون اوغ و 20 ولا غادي، ما كيوقفك عسكر، ما كيوقفك بوليس، ما كيوقفك جدرمية، ما كيوقفك مخازنية، هادي من علامات الحرية. ما كيتعدى عليك واحد، ما كيتلقى لك واحد، ما كيبرسك واحد، من علامات الامن، ما كيديرونجيك واحد، ما كيشوف فيك واحد شوفه شايفه، من علامات الحضاره. وما كتلقى وسخ، ما كتلقى زبل، ما كتلقى والو، قلت لك بلوس دو 40 كيلومتر. وكان زدت مازال زدت البوزنيقه وزدت الرباط لا ميم شوز باسكو جي لي ديجا في كنت كنتحدي المنصوريه بروبر. هذا علامات المغاربه نقيين، لي ماروكان سون بروبر. ما تحكمش ليا تشوف شي حاجه تقول المغاربه لا المروك، عندك هاد الفكره راه غلطه. المغاربه من انظف البشريه على وجه الارض، رد بالك مزيان. المغربيه راه بروبر كيما كنعود يديروا، غير اللي الله غالب بعض المرات، الله غالب فهمتي. والحمد لله حنا عندنا الماء كاين باغتو، ما كيتقطعش الماء، حنا عندنا ايمابل، حنا راه عندنا كلشي لي زيمر كبار، شي لونسيان لو بلو لو بلي او ايمابل لي عندنا في الدار البيضاء ديال المرسيطون ما كيطلع حتى الفوق حتى السطح، كاش المشكله هنايا موجود حتى كتشوف مالي كيش بغيتي. هاد الملك كيغني الفيتور هو كيغني وكيلعب الجيتار كيما كان الحسن الثاني الله يرحمه، حتى سيدي محمد راه كيلعب الجيتار ويلعب البيانو ويلعب كاع الموسيقى. ملك باش ما يكونش معقد، عنده ديفيرسيفيكاسيون داكتيفيتي ديغون سون انفونس، ليبانويسمون لو ديفيرتيسمون عنده، ما يكبرش محروم معقد، كيكبر يحقد على الفنان ويحقد على الرياضي ويحقد على كذا، بالعكس كيكبر وسط الثقافه وقت الفن. وري ليا حتى شي صوره نتحداك انايا، وري ليا شي صوره بحال هادي نتحداك، وري ليا شي صوره تاريخ ديال شي رئيس ديالكم ولا شي زعيم ديالكم. وريها ليا ما بقاش نزيد ندوي انا، قول لي لا كان كيناضل في الجبل وكان كيدير في الجبل، شي كاع ما تهدكش الحكايات ديالك،
ديال لي فار ديال لا فونتان، ولا حكايه كليله ودمنه، ولا الف ليله وليله. خليهم عندك اخويا في البغداديات، سمعتيني؟ هضر معايا في الواقع، هضر معايا في الواقع، هضر معايا في الواقع. الا كنتو نتوما مثلا كتقولوا نتوما عندكم النيف وعندكم الحريه، وحنا عندنا الديكتاتوريه وعندنا الملك مفروض علينا، وري ليا ان نتوما الرئيس ديالكم ما مفروضش عليكم، داخل بقوه السلاح، بقوه السلاح اللي يهضر ديوم راه الجيري ولات قشله. انا شفت في لي جو ميديتيرانيان الرياضي دايرها، او راه في كوريا ما يديروهاش كلهم، اللي دا شي ميداليه ولا نحاسيه ولا فضيه يديرها، حتى انهم جاتهم تعليمات يديرونجيو يطلعوا المنصه ديال الذهبيه، كيطلعوا في المنصه الذهبيه وكيديروا الدرابو هكا، يدرقوا لي درابو. سا سي نو نو با بوزون دو بريزونتي لو درابو، لو درابو اي دون نوتر كور اي دون نو فيزاج كونت اوني دوبو كوم ماروكان. العالم كله كيشوف نجمه خضراء وعلام احمر، العالم كله كيشوف عند غابو غوج افيك ان ايطوال فيغت، العالم كله ماروكان فين ما مشيتي. با بوزوان بروندي الدرابو وتحيح وتدخل، انا جو سوي كونتر تخرج بالدرابو تمشي لشي بلايص شي مقابله ما عندها حتى علاقه بالمغرب، مانشستر يونايتد مع الاخر تخرج بالدرابو مغربي، لا مغربي معروف، سي با لا بان، سي با لا بان، انيتيل. سا سي وان تو تريات، هذوك هذاك اسلوب الوان تو تريات، حنا ماشي بلاد الوان تو تري، حنا بلاد 13 سنتوري، ماشي بلاد 1 2 3، بلاد 13 سنتوري. يو نو واتس ذا مينين اوف 13 سنتوري؟ حنا ماشي بلاد 1 2 3، بلاد 13 سنتوري سافو دير حنا ماشي بلاد 1 2 3، بلاد 13 القرن. عاودها في راسك، حنا ماشي بلاد 1 2 3، حنا ولاد البيبل فري، كلشي ليبر اوف 13th century. عاودها، حنا بلاد البيبول فري اوف 13th century، ماشي بلاد 1 2 3. 1 2 3 بيبول اوف 13th century ار اول فري، 1 2 3 بيبول اوف 13th century ار اول فري. هو ار ذا بيبول اوف 13th century centuries؟ Moroccan people of course، Moroccan people. 1 2 3 more than 13 centuries، اكثر من 13 قرن، 1300 سنه. اي نشوفوا هذا، لوكات، شوف لو بوتي لو فيتور روا، الى طول الله العمر لو فيتور روا، الله يطول عمر ملكنا ديال دابا، ولكن من دابا يسو بريبار ا لا في. قال لك المغاربه كيهربوا من اجل الحياه الا دار ولاد القراقير. عرفتي شكون كيهرب القرقارة؟ القرقارة شنو هي القرقارة؟ هي هذيك اللعيبة اللي كتكون في السطوحة وكتكون في لي طواليت باش الماء كيمشي، سي لي زو اوزي. شكون غيمشي يمشي للقرقارة؟ القراقيرو، شكون غيمشي للقرقارة؟ ها؟ لي زو اوزي اللي ما عنده والو ما بقى يصلح والو كيمشي ليها في المغرب. القراقيرو والقرقارة يلتقيان. عندي مغربي كيقول لك انا مشيت حقا ومشيت نخدم ومشيت هادي، انا بالنسبه ليا مياه مستعمله او اوزي، قرقره مديوره ماشي دايره المياه. يا بعض المرات كتصلح المياه العذبه الا داك كان داكشي فياضان في الدار كتنفع، قراقير تنفع، ولكن ما عمر ديما الجفاف نش المياه وريلي امان او اذا مان ما كاينش ناكسوب ناغروم نمان وريلي. دونك شوف حنا كنضحكوا، حنا قصارين ماشي، انا ما عنديش بروتوكول ديال غادي نقدم لك. كاين الناس اللي تبارك الله عليهم كيجيب لك التاريخ وعطيك لي دات وعطيك، جي با بوزون سا، خصني نوصل لك لا كومونيكاسيون غير فهمتي، تناقشوا. وهذا راه تاريخ اللي كنقولوا لك انايا، راه ماشي شي عبثيات او شي، راه تاريخ. هادشي خصو، هادشي اللي كنقولوا خصو يتقرا في المدارس، يتقرا المغاربه باش يعرفوا القيمه ديال 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 المغربي اولا، وديال الامه المغربيه، وديال تاريخ المغرب، وديال ملوك المغرب. هنا داكشي ماشي دابا هما كيشوفوا الملك كيذبح الحولي كيقول لك العبوديه وهذاك، بالعكس داكشي راه باش تنظم انت هذيك ديك الوقفه ديال الحاجب الملكي وداكشي. راه جاب لكم انا السليمي التقاشر اللي لابس هذاك خينا، وداك الصباط والسروال طالع، وداك مول الكابا، راه عطا الله ما كيجيب لكم التصاور التحاليل باش بنادم يولي يرد البال باش يعطي قيمه لبلاده. شوف الملوك
وشوف الوزاره ديالنا، شوف البرلمانيين ديالنا، واخا كتبغيو تشدوا البرلمانيين عاد كاين تعليمات كيفاش كاين، عرفتي باش كتستقبل تدخل عند الملك راك كيفاش، راه شوف كان شي امور ما بقاش نقول لكم انا هنايا، راه المملكه عندها شي امور وغير بيض. شفتي واحد القضيه، انا نحكي لكم واحد القضيه، واحد النهار انا كريت في فاس انا واصدقاء ديالي، فهمتي كانت عندنا ستاج ديال الداخليه تماك، كريت في فاس لي زاني 80 نقول لك 82 واقيلا 82 كريت في واحد البليصه راه يعرفوها الفواسا، قصر المقري، قصر المقري كنا باقيين ديجا ما خصناش دار كبيره، جابوا لنا واحد دار صغيره بالنسبه لي هما صغيره بالنسبه لهم، ويا راه كبير عرفتي قداش، وكلها منقوشه القبص الزخرافه داك الزليج البديع، طواليت على برا كيجي داخل المكان غير وكاين واحد الشجر ديال الليمون ديال البرقوق كلها جردان داخل كلها رياض زعما. وانا نسول واحد خينا قال لي هذه راه ديال الملوك وكذا، ديال شي امير ولا ديال شي واحد من الحاجب، المهم شي اسره ملكيه شحال القرن قال لي، او قلت له باقيه، قال لي باقيه، قلت له هذه شنو كانت، قال لي هذه كانت بيت الزيت، هذيك اللي انا دوختني ودخت كانوا يديروا فيها غير الزيت، غير الزيت، الزيت عاطينو قيمه دايرينو في واحد لا شومبر كلها بديع، الزليج بديع، داك الحجر الصغير والديكورات كي دايرين، والله العظيم ديك الساعه ما عرفتش المعنى ديالها، ما فهمتش المعنى ديالها، قلت انا كيفاش هاد القضيه هادي، قلت واقيلا راه، واليوم بديت كنفهم داك الشيء، كي كندخل الديور ديال غير هنايا في درب السلطان، في القصور اللي كاينه، اللي كاينه القدام، ولا كنمشي لفاس، ولا كنمشي لمكناس، قصر مولاي زيدان دار الكبيره، وكنمشي لفاس، درب الحبيل وبوجلود وهبط لتحت، وكنشوف تماك شي ديور كيفاش مبنيين الطريقه المغربيه، كنعرف ان المغرب هو الاصل والباقي تخنشيل، المغرب هو الاصل والباقي تخنشيل، كنهضروا حنا بالدليل، بالدليل، ونتحدى شي واحد يمشي يدخل دروبه صغيورين، كانوا كيعيبوا علينا اننا كنخدموا البغال، سي نورمال ديك الساعه ما كانش هذوك لي تريبورتر داكشي، وانا بالنسبه ليا نخدموا البغال والحمير ينقلوا بقايا المنازل دوك لي زوردير ميناجير ولا لي بتي ترونسبور مزيان، انا بالنسبه لي احسن من تريبورتور، ما كيديروا صداع ما كيديروا تبرزيط ما والو، احسن من هذوك التريبورتور اللي دخلونا دخلوا لفاس كانوا، وعندهم الميزانيه ديالهم في البلديه، انا شفت الميزانيه ديال فاس، كاينه ميزانيه ديال العلف ديالهم والطبيب ديالهم، والله العظيم الى فورميدابل، بالله لا عادي كنت كنهبط البوجود راه عندي شي تصاور مصور ودايزين الحمير، وتحيه للحمير الحقيقيين، لان الحمير ناس مزيانين وخدامين، قولوا ناس حيوان مزيانين، خليني الحمير، بعض المرات كيقارنوا الحمار بالانسان، بالحمار كيكون مكلخ، لا الحمار ما مكلخش، الحمار مخلوق غريزته ان يكون في خدمه البشر وظريف، لا يهاجمك ولا يعتدي عليك، وكل ما تقوله يقول حاضر اوبيسون وفيدال، عندك تغلط فيدال، فيدال هو اللي ساعد الانسانيه على تطوره، كان دور كبير ديالو في تطور الانسانيه، باش نرجعو خص بنادم شويه يحترم الحيوان، ها لا الحمار ولا الكلب، ما تقول لي لا حاشاك لا والو عافاك، اتونسيون الكلب سي ان انيمال فيدال اللي يحدي لك دارك ويحدي لك وليداتك ويحديك انت، واللي تقولها ليه وما يخونكش، ما يخونكش، باش نهضرو هادي غير ان رابيل، اذا باش نقول لك الحضاره حنا عندنا مترسخه 13 سنتري، علاش كنقول لك حنا ماشي صحاب 1 2 3 حنا صحاب 13 سنتري بيبول فري، رجعوا نقول لهم في وجههم لانهم كيعيرونا هاد المسؤولية ديال هذا الملك هرب الملك مات ماشي تصويرتو الدوبل ديالو كيضحكوا على مصبع ازرق، راه الدستور ديالنا، وديما كنقول لك راه ماشي غير اليوم، راه ماشي غير من نهار اللي الملك مشى يتعالج في القصر ديالو، قلت لكم الهضره راه صافي 3 ولا، قلت لكم اودي ما تبقاش تهضروا على هاد القضيه ديال الملك، حنا عندنا مات الملك عاش الملك، والملك عارفها والامير عارفها والاسره الملكيه عارفها، لان عايشين فيها حنا 1 2 3 ما عندناش، حنا عندنا 13 سنتري اند مور، اوكي اذا هذا الشيء اللي كندوي فيه سي با لا ريغولاد، بالنسبه للمغاربه اللي ما عارفينش القيمه ديال بلادهم نذكرهم هذا الشيء، حافظ على التراث ديالك وحافظ عيش الحضاره وحافظ على التراث ديالك، فهمتي هذيك ايفانيكا ولا فامي ديال التراب ديال هذا، سمح اش قالت عن المغرب، وبنات مراته وبنته اش قالت، وكوشنار اش قال على المغرب، الناس كيجيو المغرب مغربي اللي قال لك البلاد كحله عرفوا فنيان وعرفوا
فريان وما عندوش الروح الوطنيه وما عندوش الروح الانسانيه ديال العمل وما عندوش روح المحاوله وما عندوش روح المبادره وما عندوش الشجاعه. البلاد ماشي كحله. On peut choisir la couleur d'un pays selon sa volonté. On peut choisir la couleur d'un pays selon sa volonté. انا نختار الكولور ديال بلادي على حسب الاراده ديالي. الا كنت انايا كحل في العقليه ديالي جو دو با لا كولور دو بو. كحل تشوف تبان الدنيا كحله ظلمه. راه انا اللي مظلم ماشي الدوله. فهمتي؟ باسكو سيلوي كي كري لا ليميير سي ان هوم. كانت يافي با دو ليميير. ياك شفتو توماس اديسون. الوغ بنادم خصو يكون شويه يكون راجل ما يخلطش الامور ديالو المشكل ديالو ما واصلش ما نجحش او ما حاولش او ما دارش يبقى يسب في البلاد بلاد كحله ويزيد يدخل لي ريزو سوسيو يقلب على دوك اللقطات النادره المسيئه للبلد يبقى يبين فيها ويعطيها سلاحا كي هادوك اللي مشاو هذاك اللي مشى للجزائر يخدم في القبس كيقول لهم كنت كنخدم 130 درهم في المغرب 130 درهم في المغرب في النهار شحال دارت لك ها شحال درت لك في 30 في الشهر هذيك 30 درهم اللي عندك في النهار تخلص بها الطريطه ديال الدار تمشي تاخذ سكن 18 مليون سكن اقتصادي على حسب المنطقه كاين حتى ديال 15 مليون كاين من 25 مليون حتى ل 15 14 مليون تاخذ الماكسيموم ديال 25 مليون دابا راه داير السكن الاقتصادي راه ب 18 20 هذيك 30 درهم فهمتي هي اللي تخلص لك الطريطه 900 درهم في الشهر طريطه ديال الدار اللي غادي تشريها ملك ديالك وعندك اسيرونس الى متي تبقى لوليداتك و 3000 درهم هي 100 درهم في النهار تعيش بها مزيان سمعتي وتطور المدخول ديالك تولي الى كنتي انتيليجون تبقى تطلع في لي كراد من 13 درهم 13000 فرنك في النهار كتولي توصل حتى 600 درهم في النهار حتى 1000 درهم في النهار تولي دير لونتربرونيا باش انك 130 درهم ما قداتكش في المغرب وهربتي لالجيري تخدم باش توشي الدوبل التريبل هنا خطا وجبن ماشي خدمت تماك انهما محتاجين العمل ديالك ما عندهم ما يديروا بك كون كانت عندهم ديك الصنعه يرجعوك مع الباب اون بليس ما تجيب معك والو راه قبل منك دوزوها ورجعوا بحوايجهم اللي لابسين ما خلوهمش حتى يبدلوا حوايجهم بحوايجهم اللي لابسينهم وغير مؤخرا ماشي خلي ديال 75 عدد كبير اللي داو ليه فلوسو وكريساوه وعذبوه دوز الحبس ودوز كذا حنا ما عليناش نرجعوا هذا حوار الزرقاء هذه محمد السادسة طول عمره هذه شتيها تخدم هادي تولي تبان لك غير درهم الا كنتي خدام كنتي انتيليجون كتصب اليوم اللي كدير تادلاكت تعلمت وليت تقاد ديكورات وداكشي كتمشي حتى هو للدار كتقول لي نخدم لكم هاد الدار كتشوف فيها طاف 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 كتقول لهم نخدم لكم هاد الدار ب 5000 درهم كتبقى خدام كتجيك في التليفون الو كتعيط ثلاثه يعاونوك اشنو علاش يعاونوك باش في الخدمه الثانيه عاوني طاف طاف كتكمل الخدمه كتخلصهم تدور معاهم كتولي ديك الساعه راك وليتي اونتربرونور كنتي خدام بوحدك تي تاخذ وقتك في ديك الفيلا ولا في ديك الدار عيطوا لك شي ناس باش تخدم بلاصه اخرى قول لهم انا جاي وعيط على زوج ديال الحريفه غير تعيط يجيو يجريو يعاونوك حتى كملتي كتمشي للدار الاخرى وديهم معاك عاود يعيطوا لك عاود تزيد ثلاثه اخرين كيوليو عندك خمسه ولا سته عاود يعيطوك تولي سبعه اخرى انت وليتي عندك شركه ما تكونش طماع وكرشك كبيره كل وكل هادشي كنقريه لك انايا سمعتيني جي نقريك لا فيزابيليتي دو بروجي ولي بيزنس بلان وزيرتك لا بانك وتاخذ كريدي وما تخسرش سمعتي نوريك شنو غادي دير وكومون تي فا ترافاي ولكن تي دوا سويفر لي كونسين باسكو سي مون ميتي مون ميتي سي لو كونسلتين نوريلك كيفاش دير لافير ديالك وكيفاش تنجحها افيك دو لابخ ولكن خصك تكون سيريو وتتبع لوردونونس بحال الطبيب هاديرها ديرها ما ديرش ما ديرش اوكي كنقول لك انا المغرب فيه فلوس المغرب بوكو دارجون الماروك فلوس موجوده في المغرب خدم كون اوداسيو كون كوراجو تخدم وبغيتي تسافر بغيتي تهاجر هاجر لشي بلاصه اللي مؤمنه وليست لها عداوه او تاريخ عداوه مع المغرب سي تو فو ترافايي تو فو تافونتوري اون اترونجي با اون الجيري قالك ديريكتومون قالك اللي بغى يسعى يمشي للديور الكبار
واللي بغى يتمحن ويتعذب ويتسلخ ويتربط يمشي للديور الصغار، اللي بغى يسعى يمشي للديور الكبار. تا غادي لواحد الدوله اول حاجه عندك مشكله مع الناس، مع العاطلين ديالهم، يقول لك شو مروكي جد لنا خدمتنا، شو مروكي مدلول، حنا بغينا نخدموا ب 300 درهم مثلا، هو جا خدم غير 200 درهم. اه مروكي مدلول، حنا كنخدموا 8 سوايع، مروكي كيخدم 20 ساعه. هذه هي الهضره اللي دايره. شوف انا راه عايش تماك، سمعتيني، راه مانيش نحكي لك انا شي حاجه كنتخيلها، جو سي با، اسمح لي نعطيك انا اون اوردونونس كيفاش خاصك تعيش في الجزائر. اول حاجه ديك الخدمه اللي تخدم فيها ما تخرجش منها، بلا ما تخرج، وتخرج تحط الماربورو فوق الطابله، ودير سميتو الايفون برو ماكس، ودير لي كير، صلوا عليك صلاه الجنازه، تيقبضو تيغريسيوك، ويا امك الا يقطبوك يعلقوك المروكي، امك تضرب علينا الايفون برو ماكس ديال شحال مليون، هنا كيدير مليون ونص، وتدخل تضرب علينا الماربورو وتبرك في القهوه، والله لا قطبوك بالله. صوفي لا تصاحبوا معاك ويبقاو ياكلوا لك الغله ويزيطوك زيرو درهم. هادي سمعتي، ها كندوي مع داك اللي قال لك كيمشيو الناس كيمشيو للجزائر من اجل الحياه. الله يا ودي، شكون هذا اللي غادي يهرب؟ ها هو دابا انت مالك، هات اسمع اسمع. يا الجزائريين، انت اليوم بدكم تحرروا فلسطين، حرروا حالكم من الجوع، من القرف، من النشاح، من حكم العسكر، بدكم تحرروا القدس وفلسطين. اقسم بالله القدس وفلسطين عايشين احسن منكم. سمعتي؟ سمعتي ايش قال؟ هذا فلسطيني قال لهم انتم باغيين تحرروا فلسطين؟ أه؟ مرحبا، انتم تشاهدون قناه نيوز كليب. الله يعاونك اخويا، والله لا والله لا، قناه زوينه هذه. يا الجزائريين، انت اليوم بدكم تحرروا فلسطين. يعني راهي تعاني من مشاكل كثيره، وتواجه حتى الافلاس سيد الوزير هذه الشعبه، يعني ارتفاع الاعلاف، الابقار المستورده كذلك غاليه، كذلك السعر اللي يبيع فيه كذلك ماهوش تنافسي. اقسم بالله القدس وفلسطين عايشين احسن منكم، اقسم بالله عايشين احسن منكم، وعم يرأفوا لعيشتكم يعني. هنا باحد، شكرا اخي زبطها لي السي هشام دخاني، شكرا. واخي زبطوا لي حتى كي زبطوا لي بزاف ديال الاخر، المغاربه خدامين الصراحه، سون اكتيف، الامور غاديه مزيان عندنا. هذه دوزها لكم. شو هذه؟ شوف لاحظوا واحد الملاحظه، غادي تمشي تصور دبابات، وغادي يجيو البوليس تقول لي غادي نحي لا فيديو، قالها نحي لا فيديو، مين سمعها كتقول المخزن، المخزن كيقول لها خليها. سمع اجمع امتي الشرطه، هذا الراجل هذا ايماجيني هادي فيت 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 ان شي كومبلي فيت، وكيف فين نمشيو؟ هذا هو المدخل الرئيسي. وي واش راح دير؟ هذا هو الهواري بومبا. شتو انا ندير الفركة. لا 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 لا، والله رجعت الشرطة، والله رجعت الشرطة، والله رجيت نشوف برك. نحيها. لا كلش بالكاميرا. انا كلش في السيرفاير. نحيها بيان سور، شفت برك، شل العينية برك. هاي المخزن، اتفرج المخزن، اتفرج 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 المخزن، اتفرج. اي نمحيوه، اصبر نمحيوه، ما تمحيهش راح يكون. صح. سمعتي؟ سمعتي؟ انا الله غالب ما شفتش، ما حضرتش لاباراد، بصح مسكين قال لي ما تمشيش، بارك الله فيه. خلاص ليسونسيال شافوه، شتو الماتيريال. ما نزيدش نمس كلش كاميرا، نحترم كلش. انا كي راني نمشي يشوفوا فيا باش تعرف باللي ماشي دبانه. ناموسه ناموسه تتحرك، بيان سور، تا كل كيلومتر كاين باراج. جوست انا حبيت بار كيوريوزيتي لحقت حتى لهنا، ما شفت لا ماتيريال لا والو، راطيك لابارات. قوة 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 خارق. لا شفت انا، شفت وعمرت عينيا بيان. هاكم شفتوهم ديجا في الخي، ديروها في لاتيلي وديروها، بصح كي تشوف قدامك ماشي كيف كيف. انت لا ما كيشوفك يا هذا اللي مشيت يرحم والديك، هذا سي سبيسياليست. باغي الاس 4 صوت تايجر، راه هنا اون ديريكت. زيد وهذاك الصاروخ اللي ما فيش اسكندر الدبانه يجيبها. محمد السادس في الطواليت نهبطو. محمد السادس في الطواليت يهبطو. الطواليت وفي الجبانه. سمعتي جاوبته؟ جاوباته؟
قال لها محمد السادس من الطوالات نجبدوه. اش قالت لي هي؟ قالت لي محمد السادس ما راهش في الطوالات، راه في الجبانه. عرفتي الجبانه شنو هي؟ هي المقبره، زعما راه ميت محمد السادس، راه ميت هذه قبل ما يبان لهم في عيد الكبير. شو شتي مع مراكم مغاربه هذه اللي كتمشيو تخدموا في ديك البلاد، شتيها؟ قال لك الصخور والدبانه ويمشي لمحمد السادس في الطواليت. لو غاف ديالهم هي يحيدوا المملكه. كتشوفوا دابا اون لايف واحد يقول لك علاش كتهضر على الجيري، علاش كتقول الجيري؟ ها انتم راه كنجاوبوكم. لو كان عندكم البوفوار هادو رانا عارف غيشوفوا هذا الشيء، وعندكم اليقين انكم تغلبوا المغرب في باطاي وحده، كراكم بديتوا شحال هادي ما غاديش تتردوا. لان الدخول ديال 63 ديال حبر الرمال دخلتوا وعارفين راسكم غتاكلوا طريحه غير باش اتيريو لا سوليداريتي ديال المعارضين ديالكم اللي كانوا في الجبل، ومنهم ايت احمد والربعه ديالو وغير الانتيليكتويال والمجاهدين ديال بصح، الثوريين ديال بصح اللي ما قبلوش ادماج لي كابورو والعسكر اللي كانوا في الجيش الفرنسي في ادماجوا في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، واللي ما قبلوش الربعه ديال المملة والربعه اللي جات من وجده تحكم في البلاد. داروا حقرونا باش يطلعوا يعاونوهم باش يديروا لا سوليداتي والشعب يمشي معاهم، لان ما كانش عندهم حتى شرعيه، ما كانت حتى شرعيه، جاوا من وجده حط ولاو داروا اللي بغاو. لا فرونس كي ليزا ديزيني، لا انتخابات لا والو. حيدوا فرحات عباس اللي كان عاطي وعود لمحمد الخامس والحسن الثاني باش يتفاوضوا على الحدود، حيدوه. اي اون ميم طون باش يتنصروا جميع المؤهدات وجميع التعهدات وجميع الوعود اللي كانوا عاطين لمحمد الخامس والحسن الثاني. صافي وكلاو طريحه، والمغرب جينا ربنا عمر بغى يوصل لتيندوف بقات لي شي 24 كيلومتر. لا فرنسا دخلت قالت لي حنا باقيين في، انا فرنسا عضت في تيندوف الوقت اللي اكتشفت الحديد اون 1950، دمجت تيندوف ودمجت بشار ودمجت كلشي الاقليم ديالها، الاقليم لالجيري فرونسيز. اما كما ما لقاوش البترول وما لقاوش الحديد في غار جبيلات، راه لا فرنسا ما عندها ما دير بداك المنطقه، ترجعها من المغرب. سي لا فرنسا كي لي زا انكسي لو تيريتوار اللي كانت اوكيبي. هادشي علاش ضربوا عصفورين بحجر، هجموا عارفين ما خسروا، ولكن ربحوا تعاطف ديال السكان وربحوا تعاطف ديال الجيوش اللي كانت معارضه، ومن فيهم لي كابين وقتلوهم، طلعوا قتلوهم، ومن بعد كونوا الشعب ودجنوه وفورماطاوه على كراهيه المغرب والحضاره والحيطه والحضاره من المروك. ايوا الى يومنا هذا القصه بدات، وزادوا رجعوا لهم الامير عبد القادر اللي قالوا حقا لو كونترار، اولي باش يقولوا الامير عبد القادر خدع وباع الجزائر كما كانوا يقولوا نور الدين بوكروح وكيقولوا عده مثقفين جزائريين، ردوا ان المغاربه هما اللي خدعوا الامير عبد القادر. هذه هي الحكايه، والحكايه مازالت طويله، والحلقه الثالثه عاود غادي نزيد لكم المسائل. هادشي هادو الشيء حنا مقصرين، حنا مسالين قبلناها مقصرين. تبارك الله عليكم، بون جورني.